عاد الأمل من جديد لأسرة الرياضة المصرية وبالتحديد كرة القدم في عودة المسابقات والبطولات وعودة الحياة لملاعب كرة القدم من جديد بعد تصريحات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الأخيرة التي أكد فيها سيادته على التالي: ستبدأ الأندية خلال الفترة من 15 إلى 30 يونيو بالإعداد والتجهيز لاستقبال الأنشطة الرياضية وتطهير وتعقيم الملاعب. بدء النشاط التدريبي في الرياضات غير التلامسية في الفترة بين الأول من يوليو المقبل حتى 31 منه مثل التنس والدراجات وهي الألعاب ذات الملاعب المفتوحة. من الأول من يوليو حتى الأول من أغسطس يبدأ التدريب في الألعاب متوسطة التلامس كالجمباز وتنس الطاولة وهي الألعاب ذات الملاعب المغلقة. تشكيل لجنة طبية بكل اتحاد رياضي لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية. مخاطبة جميع الأندية المشاركة في المنافسات لإجراء اختبار كورونا على جميع العناصر المشاركة في المنافسات واستبعاد النادي غير الملتزم بهذه التدابير. عودة الحياة للمنظومة الرياضية وتخفيف الآثار الاقتصادية الناجمة عن توقف النشاط الرياضي مع الأخذ في الاعتبار كافة الإجراءات الاحترازية واجبة الاتباع. التزام المترددين على الأندية والاتحادات الرياضية بارتداء الكمامات. إلزام الأندية بتوفير مسؤول طبي وغرفة عزل للتعامل مع الحالات الطارئة. العودة التدريجية للنشاط الرياضي تقضي ببدء المسابقات في الرياضات غير التلامسية مع مراعاة المسافة الآمنة بين اللاعبين. أما فيما يخص نشاط الفرق القومية والإعداد الأولمبي، اعتباراً من مطلع يوليو يمكن بدء معسكرات وتدريبات المنتخبات المتأهلة لمنافسات طوكيو 2021 عدم استخدام غرف تغيير الملابس، حيث يقوم اللاعبون بارتداء ملابسهم داخل غرف الفنادق والنزول إلى الملعب مباشرة. بدءاً من 1 يوليو تبدأ مرحلة إعداد وتجهيز وتعقيم وتطهير الأندية الصحية وصالات اللياقة البدنية، بينما يبدأ التشغيل الفعلي في 15 من يوليو مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي. يبدأ النشاط التدريبي في 20 من يونيو، بينما تبدأ المنافسات الرسمية 25 يوليو. هذه القرارات فتحت باب الأمل أن يعود الدوري من جديد ونشاهد مباريات كرة القدم التي حرمنا منها بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد. لكن هناك بعض الأندية ترفض هذا الأمر وأعلنتها بمنتهى الصراحة في كافة القنوات والمواقع وطالبت بإلغاء الموسم الحالي. الأيام القادمة سيتضح لنا فيها ما ستؤول إليه الأمور، إما بعودة الدوري من جديد أو إلغاء الموسم الحالي من الدوري والاكتفاء بمسابقة الكأس ومشاركات الأندية في المسابقات القارية. كل هذا ما سنعرفه مع عمر ربيع ياسين ونمبر وان. برحب بحضراتكم من جديد. الفقرة الحوارية الأولى مع واحد من نجوم مصر والنادي الأهلي والمدير الفني لمنتخب الشباب الكابتن ربيع ياسين. كابتن برحب بيك وشرفتني منورني. اهلا بيك يا عمر، موفق دايما وانا سعيد جدا اني معاك النهارده على الهواء. ربنا يخليك كابتن. يمكن راجعين من تقرير عن عودة النشاط، شايف الخطوه عامله ازاي؟ تعليقك على عودة الدوري مره تانية، هل حضرتك مع استمرار بطولة الدوري الموسم الحالي ولا الغائها والبداية من اول شهر سبتمبر؟ لا ما الغاش طبعا، انا مع عودة الدوري، مع عودة الرياضة عمر، مع عودة كل حاجة كويسة. لان خلي بالك عمر، الموضوع موضوع ان بلد كبيرة زي مصر ما ينفعش، لازم الدوري يكمل، ولازم نعرف العالم ان احنا دولة كبيرة بفضل الله سبحانه وتعالى. في نفس الوقت عندنا تماسك وعندنا ترابط، بندور على المصلحة العامة. المصلحة يا عمر مصلحتنا احنا كمصر دولة كبيرة ان الدوري يتلعب، الرياضة تبقى موجودة، ما ينفعش. فالعودة مهمة جدا ولازم الناس تساعد الدولة، لان عمر احنا بندور على مصلحة بلدنا، مش مصلحة دوري ولا درع ولا ثلاث نقاط ولا لا. الناس لازم تفكر، يعني مهم جدا العودة عشان مصر، فمهم جدا العالم كله يعرف. يعني هو الوجه الحضاري لشعوب كتير جاي الرياضة. شوف النهاردة عندك الريال وبرشلونة في أسبانيا عاملين جو غير عادي، وبعدين الدوري رجع في ألمانيا، الدوري رجع في أسبانيا، الدوري رجع في إيطاليا، الدوري كل الدنيا، مصر مش أقل من الدول دي عمر. هي الموضوع موضوع مصلحة بلد، مصلحة وطن، مصلحة شعب. النهاردة 100 مليون و5، فده اللي اقصده. فعشان كده انا مبسوط جدا من قرارات هايله طبعا، مفيش كلام، لان انا مصلحتي بلدي. حتى لو شغال ماسك فرقه هتهبط هقول لك بلدي، لو فرقه هتصعد هقول لك بلدي. كلنا لازم، ال 18 نادي
لازم يدور على مصلحة الوطن يا عمر. احنا دلوقتي في اوقات صعبة جدا واوقات مهمة جدا، اذا كان ربنا سبحانه وتعالى ادانا وباء ادانا بلاء ادانا لازم نتماسك، وفي نفس الوقت لازم نشتغل ولازم نجتهد ولازم نتعب ولازم كل واحد في مكانه يخرج مع طبعا عوامل مهمة جدا لازم ناخد بيها، عوامل احترازية مهمة جدا يا عمر في الدخول في الخروج في الوعاءات في كل حاجة. فأنا مبسوط جدا ومتفائل بالمرحلة اللي جاية بإذن الله تعالى، وكلنا لازم نتعاون عشان نخرج الدوري بشكل رائع، مش لا بشكل رائع عشان مصلحة مصر فوق الجميع. فأنا شعاري ده بالنسبة لو كنت أنا موجود ومسؤول مدرب أو مسؤول في أي نادي من 18 كنت أقول ده مش مصلحتي أنا، حتى لو كنت مهدد بالهبوط لازم أدور على مصلحة البلد، وأنا شايف إنه قرار صائب والناس فرحانة طبعا عشان بتدور على مصلحة الوطن. فأنا مع المصلحة العامة، وفي نفس الوقت ان شاء الله يرجع الدوري بقوه والناس كلها تشتغل والناس كلها تتعاون وكله يخرج الدوري باحسن ما يكون بمشيئه الله تعالى. كابتن ربيع، رايك في بعض رؤساء الانديه او بعض المسؤولين اللي ممكن يربطوا انتشار فيروس كورونا وان ممكن يحصل عدوى داخل الدوري العام وان ده خطر على حياه البشر، في نفس الوقت ان النهارده اللجنه الخماسيه عافت الانديه كلها من مصاريف الاجراءات الاحترازيه، حوالي 600,000 جنيه كل نادي هيتكفله، لكن اللجنه الخماسيه قالت ان احنا نتكفل ده بالتنسيق مع وزاره الصحه. فهل حضرتك شايف ان ده ممكن يكون سبب اخر ان الانديه تقنع اللجنه الخماسيه بيه ان الدوري ما يتمش استكماله هذا الموسم؟ هو الكورونا في مصر بس يا عمر، ما كورونا في المانيا وكورونا في ايطاليا وكورونا في فرنسا، كورونا في كل مكان في العالم، لكن الناس لازم تشتغل، الناس تجتهد، انت لازم تخرج وتشتغل وتجتهد عشان 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 الدنيا يعني تمشي. الاحترازيه راي حضرتك فيها ايه؟ مهمه جدا يا عمر طبعا، كل انا بقول ان اللعيبه لهم دور كبير جدا في حاجات الاحترازيه، الاجهزه الفنيه بحيث الاداريين الناس المسؤولين كله يشتغل بضمير عشان زي ما قلت نحط بلدنا في المقدمه. احنا بنشتغل عشان بلدنا، وفي نفس الوقت اذا كان موجود عندنا حاله استثنائيه ربنا سبحانه وتعالى وجدها في الارض للعالم كله لازم نمشي زي العالم. احنا مش هقول لك عمر من العالم، مصر بلد كبيره فالدوله بتحاول تعمل كل حاجه، دي حقيقه. انا بتكلم طبعا بعدل الله واتكلم بما يرضي الله، فالدوله يعني النهارده الناس وزير الصحه النهارده كل المجهود، وزاره الشباب والرياضه اتحاد الكره اللجنه الخماسيه ما شاء الله بيحاولوا، الانديه لازم بقى تتعاون، السياده طبعا رئيس الوزراء الدوله كلها خد حياتك. فلازم يا عمر الناس تتعاون باذن الله تعالى مع الحاجات الاحترازيه وتنفذ المطلوب ونشتغل بضمير عشان ننجح، كل واحد يتعلق بان هو باذن الله تعالى بجدية أشتغل بجدية أنفذ بجدية أتعاون عشان نلاقي إن شاء الله كل حاجة كويسة بإذن الله. كل شيء بأمر الله سبحانه وتعالى ثم الأسباب. فربنا إذا كان نزل لنا وباء لكن في أسباب بناخد بيها، وطبعا في الأول والآخر إحنا بنعمل اللي علينا وكل ربنا سبحانه وتعالى تجيله بيجيبه مكتوب يعني. كابتن ربيع، يمكن حضرتك مع بداية فيروس كورونا وتوقف النشاط في مصر حضرتك يمكن ما ريحتش وما عفتش الولاد إن هم يكملوا تدريباتهم مع منتخب الشباب. حضرتك يمكن مدير فني منتخب الشباب، عندك المفروض تصفيات في شهر 10 او 11 اللي جايين، ودي التصفيات المؤهله لامم افريقيا اللي هتكون في موريتانيا 2021. عايز اعرف حضرتك ازاي خليت اللعيبه في الوقت اللي الناس كلها مريحه بيتمرنوا، بتتابعهم، بتعمل لهم اجتماعات يوميه، بتجتمع بيهم دايما على تواصل معاهم. ممكن نقول ان في انديه في الدوري الممتاز ما بتعملش بعض الخطوات اللي حضرتك ممكن تكون بتعملها، وفي نفس الوقت انت عندك البطولة كانت من شهر 3 بنتكلم في لسه من 3 ل 11 وقت يعني مش وحش. فايه بقى اللي حضرتك عملته وازاي تواصلت معاهم وازاي وصلت لهم تدريباتهم لحد عندهم؟ بص يا عمر، انا مكلف بمهمة وطنية كبيرة جدا، هو جيل لمصر يا عمر. موضوع الجيل ده يا جماعة لازم الناس تهتم بيه، هذا المنتخب لازم نهتم بيه كويس قوي. الدنيا فاتت خلاص وجلت السنين لكن 4 شهور قدامي عمر، لما لعيب النهارده ياخد 100 يوم او 110 يوم او 120 يوم من 2-3 ونشاط يتوقف 10 مارس لحد الان كتير جدا على جيل. انا مسؤول عن جيل يا عمر، اتحاد الكره لما اختار ربيع ياسين اختاره عشان جيل، مش اختاره عشان ينام عشان يقعد. انا باخد فلوس شهريه عشان اشتغل عشان اتعب عشان اجتهد، انا راجل دولي خد بالك، مثلت مصر وعارف يعني ايه مصر، يعني ايه وطن، يعني ايه مسؤوليه، يعني ايه عمل، يعني ايه جيل. كان عندي منتخبين قبل كده يا عمر كنت مسؤول عنهم، اشتغلت معاهم وربنا كرمنا كرم وهم موجودين. فدلوقتي موجود منتخب الامم مع كابتن شوقي غريب ومنتخب الشباب 2001 2002 مع ربيع ياسين، دول مهمين جدا للقادم يا عمر، للانتصارات، للوصول لافضل النتائج، لبناء منتخبات كبيره جدا جدا، وان شاء الله تحقق احسن النتائج بالمنتخبات اللي تحت الفريق الكبير.
دول بيخدموا تحت الكابتن حسام البدري واكيد هيحتاج منهم حد. فلما اكون مكلف النهارده ويجي ظرف لازم اشتغل يا عمر، هفضل نايم في البيت ما ينفعش، اشتغل واوعيهم وانصحهم، ودول ولاد شباب صغيرين جدا لازم اوجههم. احنا وصلنا لحاجه كويسه جدا، فلازم احافظ على الفورمه. وفي نفس الوقت الموسم الماضي اللاعيبه خدت في الانديه اكتر من 100 يوم 110، دول اثروا عليا في العوده الفنيه. انا بشتغل على اسس يا عمر، الميه مهمه جدا لازم اوصل بيها، بنعمل اللي علينا، التصفيات بقت قويه جدا. يعني لا قدر الله يا عمر لو خرجنا الجيل ده خلاص هينتهي، يبقى عنده اولمبياد بس، ما ينفعش. فاحنا بنحاول، انت عارف التصفيات مهمه جدا، وفيها وهتبقى في تونس وفي خمس منتخبات قويه جدا، تونس ومصر شمال افريقيا، شمال افريقيا هيصعد منهم كابتن ربيع اتنين بس. وانت عارف المجموعه بقت فيها تونس ومصر والجزائر والمغرب وليبيا، خمس منتخبات قويه جدا، يعني تصفيات شرسه. انا لازم اخطط لنفسي واعمل لنفسي برضو شغل، لان زي ما قلت يا عمر ما ينفعش اؤتمن مش واعي على بناء جيل وتطويره وفي نفس الوقت اقدمه. ما ينفعش ان انا اقعد يوم واثنين وثلاثه واسبوع وشهر، ما ينفعش. فاللي اقصده انا فكرت وعملت لهم برنامج قوي جدا بتدريبات اونلاين طبعا مع اللعيبه. ازاي كابتن ربيع، ازاي يعني ازاي حضرتك الناس كلها مريحه، وازاي حضرتك بدل ما تقول ان لا يعني نريح في الوقت الحالي وان اللعيبه تاخد راحتها، حضرتك اصريت على انك تتواصل معاهم وان كل واحد يتمرن ويصور لك تمرينه ويبعته لك؟ لازم يا عمر اتواصل معاهم، ما ينفعش ما اتواصلش معاهم. وبعدين خلي بالك اصل هم مهمتهم غير مهمه اي حد، زي ما قلت جيله، في نفس الوقت الاولاد عندهم الطموح وعندهم الرغبه في ان هم يحققوا حاجه لبلدهم طبعا. وفي نفس الوقت يا عمر ده شغل، ما ينفعش اقعد باليوم والاثنين او اقعد شهر والاثنين. انا زي ما قلت لك ده شغلي، وفي نفس الوقت لازم افكر ايه اللي يتعمل صح، ايه اللي يتعمل للاولاد دول. فطبعا شغال معاهم اونلاين بامر الله تعالى، بعمل لهم تمرين على ابلكيشن زوم يا كابتن، بتتجمعوا مع بعض وتتكلموا. طبعا خد بالك، وبعمل لهم بيجيبوا اوضه، خد بالك بيجيبوا مرتبه عشان يشتغلوا عليها، بيجيبوا كرسي، بيجيبوا كوره يا عمر، بيجيبوا استك، بيجيبوا حاجات. ايه موضوع القياسات ده يا كابتن ربيع؟ بيبقى في قياسات كل قد ايه؟ قياسات بص طبعا انا عايز اعرف يا كابتن بالظبط يعني البرنامج بتاعك بيبقى شكله عامل ازاي في الثلاث شهور اللي احنا مريحين فيهم دول؟ بص هو طبعا بشتغل يعني مع مدرب الاحمال، انا بقول انا عاوز طبعا شغل معين عشان نقدر يا عمر نحافظ على، عندنا جوانب بدنيه مهمه جدا فيها شغل في المتاح ليهم بالنسبه للمكان اللي بيشتغلوا فيه. بعد كده الجانب المهاري ما عندناش غير الكوره، ودي هتبقى برضه في مساحه قليله جدا، ده اللي بنقدر نشتغله. الاوزان برضه يا عمر مهمه جدا عندي، انا بتابع الاوزان لان ما ينفعش 120 يوم هم عمال يرجع يا عمر. احنا بص النشاط عندنا 10 مارس، من 10 مارس النهارده بص كام وعبال ما يرجع. فاللي اقصده بتابع، وفي نفس الوقت لازم اعمل قياسات، هو اعمل لي قياسات معينه وابعتها لي خد بالك عشان اقدر يا عمر انظم اموري واقدر النهارده اخد اللي انا عاوزه منه. ما ينفعش افاجئ الولد برضه ان مطلوب منه انه يبقى موجود على اعلى مستوى فنيا، يعني انه يواجه، ان انا بجهز لعيب كوره يلعب في افريقيا، يلعب كاس عالم، يلعب اولمبيات، يلعب فريق كبير، مش بسهوله هلاقي كل ده، مش بالعشوائيه، بالعلم الاول ثم بعد كده الاسباب اللي احنا بناخدها. انا كنت لعيب كوره سابق وعارف يعني ايه امتى يعني اشتغل مع الولد عشان يبقى ناضج فنيا، يبقى كبير فنيا، ان يقدر ينفذ لي اللي انا عاوزه. الامور مش سهله ابدا، عشان تلاقي النهارده ولد في ام افريقيا مش سهل يا عمر، لازم يشتغل صح عشان النهارده يحقق، مش بسهوله. فالقصود انا بحاول بقدر الامكان اوصل معاه لاحسن ما يكون، حتى لو ربنا سبحانه وتعالى مدينا ظرف لازم نشتغل، واحنا في البيت نشتغل زي ما طبعا الدوله بتوجهنا والناس المسؤولين بيوجهونا، بنلتزم وفي نفسه ملتزمين جدا. لكن هو لو زود شويه بيبعت لي فيديو وانا بتابع معاه طبعا عن طريق الـ البرنامج اللي انا عامله. طبعا يا عمر، وفي نفس الوقت لازم اصحصحهم، ما ينفعش انام وانام معاهم يا عمر، ده شغلي. وبعدين انا هفضل يا عمر قاعد كل الفتره دي من غير شغل؟ ما ينفعش، ده انا مسؤول وباخد فلوس وده وطني، وفي نفس الوقت المسؤول عن الجيل وعندنا شغل، عاوزين نلاقي الجيل ده عمر ان شاء الله موجود يحقق انتصارات. فالقصود ان احنا شغالين معاهم كويس جدا، وانا خلصت عملت اول امبارح البرنامج بالنسبه للقادم، يعني انا شغال معاهم. يعني يا كابتن ربيع حضرتك في الوقت برضو الاجازه اللي احنا عايشين فيه دلوقتي حضرتك عملت البرنامج علشان تحسبا لعوده النشاط، يعني حضرتك مجهزه من بدري طبعا قبل حتى ما يتم الاعلان طبعاً عن امتى النشاط هيرجع. لازم يا عمر اشتغل واخطط وانظم على الورق. انا رحت اتحاد الكره قعدت وعملت نظامي وعملت شغلي بالنسبه لشهر 7 و8 و9 و10 لحد السفر باذن الله تعالى لتونس. خد بالك عملت نظامك ونظمت اموري على الورق وتمام، وهقدمه طبعا للجنه، ودي مهمه جدا. انا عاوز الناس بس يعني تساعدني في ان تهتم بهذا المنتخب. شهر المنتخب ده يا عمر
لازم يهتموا بشوية. اللجنة الخماسية كابتن ربيع يعني أخبارها إيه مع حضرتك؟ هل الأمور كلها ماشية بشكل كويس؟ الكل بيساعد حضرتك ولا الأحداث شغلاهم شوية؟ الأحداث شغلاهم، هم عندهم طبعا حمل كبير جدا عودة الدوري والرياضة والكورونا والمسؤولية والمنتخبات، كان الله في عونهم طبعا، لكن الناس مش بتستجيب. أنا لما بتكلم بتستجيب طبعا، بتكلم مع الدكتور جمال محمد علي، لما بتكلم مع الدكتورة صح، لما بتكلم مع الدكتور أحمد عبد الله، بتكلم مع كابتن فاضل، لما حتى الأستاذ عمرو لما بتكلم معاه، الناس ورانا وفي ظهرنا. بس أنا عاوز الفترة اللي جاية، لأن أنا الأسبوع الجاي عمر ده أنا حضرت البرنامج بتاعي، ومهم جدا إن شاء الله تعالى إن نقعد عشان يساعدوني أنا أعمل إيه. أنا عملت نظام للدوري، لبداية الدوري، لنهاية الدوري، خد بالك للتدريبات، خد بالك للماتشات الودية المحلية، الماتشات الدولية الودية الدولية، عشان أهيئ الناس، وعشان مهم جدا يا عمر إن أنا الأولاد دول أخدهم معايا، إن أنا أعمل لهم فترة الإعداد، إن أنا أعمل كل الشغل، لأن إحنا عندنا حاجات تصفيات مصرية لهذا الجيل، لا نكمل يا مكملش. فالأقصد أنا معايا هيشتغلوا، هعمل لهم برنامج في شهر 7، هعمل لهم 32 وحده تدريبيه في شهر 7، هعمل لهم حوالي 12 13 14 مباراه من 8 ل 9 محليه ودوليه، هعمل لهم شغل بقى، وهفضل اعمل لهم بقى القياسات المعروفه عشان نقدر النهارده نظبط امورنا ونسافر واحنا مستعدين احسن الاستعداد. فده اللي انا مقدمه، عملت برنامج ومقدمه ومصوره وهقدمه ان شاء الله، واتمنى ان الناس المسؤوله بتناقشوا معايا الاسبوع الجاي باذن الله تعالى. وده مهم جدا عم يساعدوني فيه عشان نقدر نوصل احنا عاوزينه بامر الله تعالى كل حاجه. فانا برضو يعني من المقترح ان انا القيد اللاعبين، قيد اللاعبين عامل يعني حاجتين، يعني ناخد منهم الافضل والاحسن، قيد 30 لعيب او اي لعيب مع المنتخب، لان انا عاوز اخدهم معايا الفتره اللي جايه. حتى المنتخب، حتى الدوري نص 8 ما زال ما مقترح وقال يبتدي عمر ان بدون الدوليين عشان ننظم امور، لان عاوز اقفل على الاولاد. اهم شيء احنا عندنا اللعيبه دي تلعب دولي مش الدوري ده، وفي نفس الوقت يصير الدوري بدون اللعيبه الدوليين، هم مشغولين بالتصفيات، مشغولين بافريقيا، والدوري يشتغل. ومن المقترح ان يا 30 لاعب يتأيدوا، يبقى هنا المدرب عنده 30 لعيب وعنده فرصه ما شاء الله، حتى لو خدت 2 3 4، او ان الـ اي عدد معايا يا عمر يأيدوه معاهم. لو خدت 2 يأيدوا زيادة 2، لو خدت 3 يأيدوا زيادة 3. فمقترح أنا عامله طبعا على الورق وهقدمه، والناس تساعدني عشان أنا بحاول أوصل لأفضل وأحسن شيء للمنتخب، للانتصارات بإذن الله وتوفيق إن شاء الله تعالى. كابتن ربيع، كل مدير فني بيكون عنده بعض اللعيبة، أكيد بيحب اللعيبة كلها، لكن في بعض اللعيبة بيحبهم زيادة شوية، هو مقتنع أنه هو لاعب مميز، ومقتنع أنه هو في يوم من الأيام هيكون أحد أهم اللعيبة اللي موجودة في مصر. حصلت مع منتخبين، منتخب 89، منتخب 93، واخيرا 2001. في لعيبه كتير مميزه عندك، لكن دايما بيكون عندك ايمان كبير جدا باللاعب ابراهيم عادل. ابراهيم عادل ايه اللي بيخلي الكابتن ربيع يشوفه مختلف عن بقيه اللعيبه اللي موجوده في مصر ومميز وتتوقع له مستقبل كبير؟ ابراهيم عادل من اول يوم، يعني من اول يوم اخترته، هو لعيب عنده شخصيه، هو لعيب فنيته عاليه، هو لعيب موهوب بينفذ اللي انا عاوزه. لما تلاقي لعيب النهارده في الثلث الامامي، اولا بيقوم بدور الدفاعي، لان هو بيلعب جناح يمين او جناح ايسر او تحت الثلاثه دول. لو النهارده عمر بينفذ اللي انا عاوزه، انا عاوز اكتر من كده، لعيب بيعرف يرفع كوره، لعيب بيعرف يوصل، بيعرف يسجل، يعرف يساعد، يعرف بيعمل لي كل الشغل الفني، عنده رؤيه جيده في الثلث الامامي، تحسه تقيل، تقيل لعيب تقيل، بينفذ لي، بيسجل لي يا عمر، خد بالك، بيتقل لي الثلث الامامي. فلازم ابراهيم عادل من احسن اللعيبه اللي في جيله، دي حقيقه. لعيبه اولا ملتزم جدا، يعني راجل روحه كويسه مع زملائه، بيحبوه، بينفذ، مفرغ نفسه للكور، عاوز يبقى حاجه كبيره، عارف ان لازم يتعب ولازم يشتغل ولازم يجتهد ولازم يسمع الكلام ولازم ولازم، فهو ده اللي بينفذه مع ابراهيم عادل. فطبعا ما يحبوش، لازم يحبه، وعنصر مهم جدا، فعال فني معايا على اعلى مستوى. انا عاوز لعيب مؤدب، لعيب ملتزم، لعيب بينام بدري، لعيب بينفذ لي، لعيب مطيع جدا، لعيب في الملعب بيقوم بواجباته الوظيفيه على اكمل ما يكون الفنيه على المستوى الهجومي والدفاعي، لعيب مهم جدا. وتحس خلي بالك ان هو لعيب كبير يا عمر. يعني هو كابتن بينام بدري يا كابتن ربيع؟ بينام بدري طبعا. طب تيجي نلحقه كده على التليفون قبل ما ينام. يا ابراهيم برحب بيك. ازي حضرتك يا كابتن؟ عامل ايه يا حبيبي؟ كله تمام؟ تمام الحمد لله. انا بقى مبسوط ان انا مع حضرتك، وطبعا بتكلم على البرنامج المحترم اللي متابعه طبعا. خليك ابراهيم، يعني سمعت الكلام اللي كابتن ربيع اتكلم بيه عليك، يعني اعتقد ان دي شهاده كبيره قوي قوي قوي. ما اعرفش انه على التليفون والله. ما انا عارف قلنا نحضر لك مفاجاه. يعني ابراهيم اكيد طبعا واحد من اللعيبه المهمه جدا في جيل 2001، لاعب مهم، لاعب اعتقد ان يعني
عندك مستقبل كبير الفترة اللي جاية، لكن في البداية عايز اسألك عن طموحاتك الفترة اللي جاية، شايفها عاملة يعني شايفها عاملة ازاي؟ طبعا يا كابتن، انا سلام للكابتن ربيع طبعا، وانا فرحان ان انا بتمرن مع حضرته طبعا، والتمرين ده معانا كل حاجه بصراحه، تمرين الصبح وتمرين بعد العصر، ومتابع معانا حتى في الوقت ده بنتمرن في البيت ومتابع معانا. وطبعا يا كابتن طموحاتي طبعا ان شاء الله ان انا احترف بره، وان شاء الله في المنتخب نعمل يكون جيل كويس زي اللي قبله واللي قبله، ونقدر طبعا نشرف مصر ونشرف كابتن ربيع. ابراهيم، يعني انت قبل انتقالك لبيراميدز من وجودك في المريخ اعتقد ان كان في كلام مع النادي الاهلي انضمك، لكن المفاوضات ما نجحتش ورحت بعد كده لنادي بيراميدز، من يعني بتكلم من ايام الاسيوطي. فانتقالك لبيراميدز او انتقالك للمريخ من المريخ لبيراميدز وعدم انتقالك للاهلي، هل ده يعني زعلك شويه ولا بالنسبه لك انت لاعب كره قدم وعارف ان ما فيش حاجه بتيجي مره واحده زي ما انت عايز؟ طبعا يا كابتن، هي بتيجي واحده واحده طبعا، ودايما لعيب الكوره دايما يا كابتن يعني بيعمل اللي عليه في الملعب، وكل حاجه طبعا بيد ربنا طبعا، واحنا ان شاء الله نعمل اللي علينا وربنا يكرم ان شاء الله. والاسيوطي كان دافع اكتر الفلوس، فطبعا نادي المريخ عشان الميزانيات وكده يا كابتن، فهو فضل ان الاسيوطي عشان الفلوس كده. هل انت طبعا شرف لاي لعيب يروح النادي الاهلي طبعا. طب انت يا ابراهيم لما الاهلي اتكلم معاك في الاول، هل كان كلام على الدرجه الاولى ولا بتلعب ناشئين 2001 او حتى 2001 ويتم تصعيدك؟ وهل الكلام في الاسيوطي كان مختلف علشان كده انت قلت اروح الاسيوطي عشان فرص لعبي هتبقى اكتر من النادي الاهلي، ولا تفكيرك كان عامل ازاي؟ كابتن بصراحه النادي الاهلي طبعا في لعبه كبيره طبعا، وانا كنت بفكر ان انا اروح الاسيوطي عن نادي صغير وابدا من تحت، وكنت اقدر اشارك مع الاسيوطي في الفريق الاول، انما كانت نسبه مشاركتي في النادي الاهلي طبعا كانت هتبقى صعبه، فكنت عايز اجرب التجربه بتاعت الاسيوطي والحمد لله كابتن. يعني انت يا ابراهيم بالرغم انك مش بتلعب مع بيراميدز بشكل اساسي، او حتى ممكن نقول ما بين الفريق 2001 وبين الدرجه الاولى في الايام الاخيره فقط، الى ان سمعنا في الفترة الأخيرة إن النادي الأهلي بدأ إن هو يتفاوض أو يتكلم أو يبدأ يجس نبض اللاعب إبراهيم عادل عن انتقاله للنادي الأهلي خلال الفترة اللي جاية، هل حصل أي اتصال؟ حصل أي جس نبض؟ هل إبراهيم عادل حد اتكلم معاه علشان خاطر يعرف رأيه إيه من انتقاله للأهلي الفترة اللي جاية؟ لا يا كابتن والله، وما فيش أي، هو أنا بسمع كلام طبعًا بس لسه ما فيش أي مفاوضات رسمية وكده، ولسه وإن شاء الله جاي. يعني حاطط في دماغك انك في يوم من الايام تبقى موجود في النادي الاهلي او نادي الزمالك، ولا انت بتفضل الاحتراف الخارجي؟ والله يا كابتن النادي الاهلي ونادي الزمالك طبعا نادي كبير، اي شرف لاي لاعب ان هو يلبس فانيله نادي الاهلي او نادي الزمالك، بس انا طبعا بفكر ان انا احترف وان شاء الله خير يا كابتن باذن الله. عندك اي شروط جزائيه موجوده في عقدك يا ابراهيم؟ عندي ايه يا كابتن؟ عندك اي شروط جزائيه موجوده في عقدك في بيراميدز؟ لا لا يا كابتن. طيب ناقص لك قد ايه في عقدك؟ وانا كنت المفروض 5 سنين كده، فاضل سنتين او 3 سنين. سنتين يعني بنتكلم انتهاء الموسم ده، يعني متبقي لك بعد كده سنتين. طيب تقول ايه بقى لكابتن ربيع في النهايه هو موجود معانا كده، وننتهز ان انت موجود معانا على الهوا؟ طبعا الكابتن ربيع بصراحه يعني شرف لاي لاعب ان هو يتمرن معاه، وانا فرحان جدا ان انا بتمرن مع حضرته، وبصراحه كابتن عمر بيعمل معانا كل حاجه بصراحه، وطبعا احنا ان شاء الله نقدر نعمل اللي علينا ونقدر نبقى جيل قوي ان شاء الله زي اللي قبله واللي قبله ان شاء الله، ونقدر نفرح مصر واجيال جديده تطلع يا كابتن وعلى ايد كابتن ربيع طبعا ان شاء الله، وان شاء الله نقدر نعمل حاجه باذن الله ان شاء الله. حبيبي اشكرك شكرا جزيلا على وجودك معايا، لاعب ابراهيم عادل لاعب نادي بيراميدز. كابتن ربيع، يمكن ابراهيم انا سالتك عليه تحديدا وجبته معانا على التليفون عشان كان ليك موقف بعد انتهاء البطوله او كاس العرب الاخير، كسر الدنيا، كان واحد من اهم اللعيبه، مصر كلها كانت بتتكلم عليه، لكن حضرتك اتفاجئت ان اللاعب بدل ما يتم مكافئته ان هو يكمل مع الفريق الاول وياخد فرصته، تم يعني تنزيله من الدرجه الاولى لفريق ناشئين مره ثانيه، فانت حضرتك زعلت طبعا. تواصلت مع مسؤولي نادي بيراميدز وقلت لهم ازاي لاعب بالامكانيات دي يكون موجود مش في الدرجه الاولى؟ ليه كابتن ربيع عملت كده؟ لازم طبعا مصلحه المنتخب ومصلحه اللاعب ومصلحه النادي، ممكن في النادي يكون مش متابعين مش واخدين بالهم. حصلت قبل كده؟ حصلت طبعا كتير جدا. احكي لك أنا حصل. بص خلي بالك يا عمر، يعني انا بتصل، انا وظيفتي ان انا اتصل بفضل الله ليه؟ لاني عندي علاقات كويسه، وفي نفس الوقت انا ما بتكلمش عشان مصلحه، عشان مصالح معينه، مصلحه وطن منتخب ومصلحه نادي.
خد بالك، والتجارب خلي بالك كتيرة جدا في الماضي وفي الحاضر. أخيرا كابتن حلمي طولان لما اتكلم في المؤتمر الصحفي وشكرك على الهواء. طبعا طبعا، وخلي بالك في نادي الزمالك انا اتصلت كابتن الشيشيني وقلت له انا عندي عشان احمد عيد. احمد عيد وحسام عبد المجيد وحسام فيصل، قلت له انت خلي بالك انا عندي، واحمد عيد كابتن اختاروه الفريق الاول وايلوف افريقيا. يعني واخد بالك، وعندي انا في بيراميدز لما لقيت ابراهيم اتصلت بكابتن زيزو، اتصلت بكابتن هاني، واتصلت بالمساعد المدرب فتح الله طبعا. واتصلت عشان مصلحه الولد، عشان مصلحه الفريق، ممكن ما يكونش واخدين باله، قلت لهم انا فنان خلي بالك، بالنسبه لي ابراهيم رقم كذا عندي في المنتخب. يلعب في بيراميدز كابتن ربيع؟ يلعب يا عمر، يا عمر ده ابراهيم ده من اول يوم يلعب. الولد شخصيه، الولد عنده امكانيات هائله، عنده ثبات انفعالي رائع، عنده شغل ما بيخافش، عنده فنيات، عنده كوره، هو لعيب كوره خلاص. لعيب الكوره ده يا عمر يلعب وصغير، حتى لو قد كده يلعب، خد بالك. طب يا كابتن ربيع قبل ما اروح فاصل، لو ابراهيم عادل جاله عرض من النادي الاهلي او نادي الزمالك، هل حضرتك شايف ان هو يخرج او فرص لعبه هتبقى كبيره في الناديين، ولا يبقى موجود في بيراميدز، ولا يدور على نادي يلعب فيه بشكل اساسي؟ سؤال لا صعب. ابراهيم انا من وجهه نظري لو هو يلعب في بيراميدز يخليه في بيراميدز احسن. يلعب فرصه في الاهلي والزمالك هتبقى صعبه؟ صعبه كتيره في النادي الاهلي والزمالك، الزمالك بيجيب لعبه كتيره والاهلي لعبه كتيره، فالطبيعي جدا هو واحد تحت السن مش هيبصوا له البصه ان ده خد بالك، زي ما النهارده من عندي اسامه فيصل في الزمالك ده يلعب من وجهه نظري. يلعب اسامه فيصل، لكن هيروح فين بقى في اللعيبه الكتيره اللي بيجيبها نادي الزمالك او النادي الاهلي. فاللي اقصد ان انا ما بنصح انه مهم جدا اللعبه يفرم ابراهيم، وجوده حضرتك النهارده يبقى موجود يلعب، انما هروح عشان اقعد؟ طب ما في لعيبه كتيره انتقلت خلي بالك ومشيت من الاهلي والزمالك، راحت عن طريق المنتخبات هم صغيرين، قعدوا وبعدين مشوا، التجارب كتيره جدا يا عمر، تجارب كتيره جدا. فلعشان كده انا بتواصل مع انديه، بتصل بالانديه وبوعيهم، بتصل بسموحه خد بالك عشان فارس مجاهد، بتصل واخد بالك بزيك، بتصل بالاهلي، بتصل بكل الانديه اللي عندي بالمستقبل. الاستاذ ايهاب الطويله بقى قلت له عندي محمود وعندي محمود جهاد وعندي محمود عبد المحسن، الناس خلاص لازم اتعاون مع الناس من اجل الخير، واتعاون من اجل اللاعب، واتعاون من كل حاجه كويسه. انا بعد اجيال مهمه جدا يا عمر، في نفس الوقت صريح انا ما عنديش مشكله ان اللي عشاني ولا لا، لازم هو ده الصح، والتواصل مع الانديه مهم جدا عشان نقدر نوصل اللي احنا عاوزينه، ولا ده ولا لعيبه على اعلى مستوى عمر يعني ان شاء الله. طيب لسه مكملين مع حضراتكم في وجود الكابتن ربيع ياسين نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر والمدير الفني لمنتخب الشباب، ولكن هنروح لفاصل ونرجع نكمل معاه عن اخر التجهيزات والاستعدادات الخاصه بمنتخب الشباب، وكلام كتير عن الايام اللي جايه هيحصل فيها ايه، واكيد رايه كمان عن النادي الاهلي وتجديد عقد نيف فايلر. خليكم دايما معانا ولكن بعد الفاصل. وصل قطار محمد صلاح العمري إلى المحطة رقم 28، وهو الآن في قمة العطاء الكروي، اللاعب الأعظم في تاريخ كرة القدم المصرية، ومن بين الأعظم في تاريخ كرة القدم الإفريقية والعالمية. ولم لا؟ فقد حقق صلاح ما لم يحققه لاعب مصري آخر، وهو الفوز بدوري أبطال أوروبا، وكذلك السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية، وهو هداف الدوري الإنجليزي مرتين، ونجح في تسجيل 91 هدف مع ليفربول، منهم 72 هدف في الدوري الإنجليزي، بالإضافة لكونه ثاني أفضل هداف في تاريخ ليفربول في دوري الأبطال بتسجيل 26 هدف بعد الإنجليزي ستيفن جيرارد الذي سجل 30 هدف. هذا الأسبوع قد يكون من الأيام الأكثر سعادة على النجم المصري الذي احتفل فيه بعيد ميلاده، وكذلك العودة المنتظرة للدوري الإنجليزي الممتاز، ومن ثم تحقيق اللقب الغائب عن خزائن ليفربول منذ فترة طويلة. نمبر 1 بيقول محمد صلاح كل سنة وانت طيب، ومزيد من النجاح والتفوق. مرحب بحضراتكم من جديد. طبعا يعني عيد ميلاد محمد صلاح
فخر العرب، واحد من افضل اللعيبه اللي موجوده في العالم، نجم ليفربول ونجم الدوري الانجليزي، فطبعا دي اقل حاجه نقدمها له في عيد ميلاده. بنتمنى له التوفيق يا رب ان شاء الله ومزيد من النجاحات والتالق في الدوري الانجليزي. ولسه مش عارفين بقى هيكمل مع ليفربول ولا ممكن يخرج للدوري الاسباني. كابتن ربيع، يعني محمد صلاح واحد من نجوم العالم دلوقتي، واحد من اهم اللعيبه، هل كنت ممكن تتخيل ان يجي علينا يوم من الايام نلاقي لاعب مصري يكون من افضل ثلاث لعيبه موجوده في العالم؟ بفضل الله تعالى مصر ولدت محمد صلاح نجم كبير جدا. كل التقدير والاحترام له يا عمر، لعيب وطني، لعيب كبير، نجم مجتهد جدا، مشرف طبعا مصر بصراحه. حاجه جميله، كنا بنحبه، كنا بنحترمه، لعيب متواضع، وحاجه يعني حاجه بصراحه سعدانا جدا، وبنديله ان ربنا يوفقه. يعني اقول له كل عام وانت طيب ودايما بالتوفيق يا محمد، وانت فخر لينا كلنا، بس فخر العرب كلهم. ربنا يحفظك يا ابني ووفقك، وان شاء الله تسعدنا اكتر واكتر وتتالق اكتر واكتر، وربنا سبحانه وتعالى في القادم يسعدك ووفقك وينصرك ان شاء الله. كابتن ربيع، يمكن انا عرفت من اللعيبه اللي موجوده مع حضرتك في منتخب 2001 ان بس الاجتماعات اللي حضرتك بتعملها معاهم مش بس بتطمن على مستواهم، حضرتك بتروح معاهم لامور شخصيه، بتطمن على صحتهم، بتطمن على علاقتهم الاسريه، بتطمن على تعليمهم. كابتن ربيع دايما بيكون ارتباطه بالولاد مش بس بكرة قدم، وانا عندي موقفين هقولهم لحضرتك على الهواء دلوقتي يمكن الكتير ما يعرفهمش. اول موقف محمد طلعت لما كان موجود في بورسعيد وكان عنده مشكله، حضرتك رحت له البيت وحلت له المشكله وجبته بعد كده معاك المنتخب. احمد رفعت في منتخب 93 لما كان عنده مشكله في الجامعه، رحت معاه كولي امر وحلت له المشكله وخلصت له الموضوع على خير. كابتن ربيع دايما شايف ان العلاقات الشخصيه ما بينه وبين اللعيبه، في ان هو يتكلم معاهم في امور ابعد من الكوره، هي دي اللي بتخلي الاولاد تسمع كلامه ومطيعين ليه ويعملوا له كل اللي هو عايزه. بص يا عمر، عشان هم الاولاد بيبقوا صغيرين، ما بيبقوش الاهتمام بيهم قوي في الانديه، على اساس ما بيلعبوش فريق كبير، فممكن تبقى عندهم مشكله الجامعه مش عارف يحلها، مشكله حاجات كتيره جدا، الامكانيات كمان. فبالطبيعي جدا بفضل الله ثم العلاقات، انا عندي علاقات كويسه جدا في كل مصر، فبستغل العلاقات دي للصالح العام، لان الولد النهارده اخدمه في حاجه يقدر النهارده يركز معايا بيها ويشتغل بيها كويس جدا ولاقيه ان شاء الله تعالى. فلما يكون مشكله في جامعه ما ينفعش اسكت، انا بروح هناك وبشوف اخباره ايه، ولازم يعني الموضوع مش موضوع ملعب بس عمر، خلي بالك الاهم اللي خارج الملعب. في حاجات كتيره جدا احنا المجتمع بتاعنا يا عمر في حاجات كتيره جدا، اللعيب عبال ما بيوصل الملعب بيتصدم بحاجات كتيره جدا، من اول ما يخرج من البيت ليركب مواصلات ليوصل عند الملعب يرجع، حاجات كتيره جدا. فانا بحاول ان هو، انا احب التركيز جدا، واحب لما اكلم لعيب يبقى مركز لي، ما عنديش حاجه شغله خالص، واحب النهارده لما اتكلم في الفنيات انا بعيشه في كل الفتره بتاعتي في الفنيات، يعني لازم يذاكر معايا الفنيات ويحفظها عشان اقدر الاقي اللي انا عاوزه، لان احنا بنواجه منتخبات قويه جدا جدا جدا. فانا من عادتي ان انا لعيب يركز، ما ينفعش اتكلم في المحاضره وفي نفس الوقت الولد في حته ثانيه خالص، ده ممكن تلاقيه في كتير جدا. حصلت معاك يا كابتن موقف بارز ممكن او ينفع تحكي لنا؟ مثلا لعيب عندك بدون ذكر اسمه كان عنده موقف شخصي قال لك كابتن ربيع حله لي، غير احمد رفعت، غير محمد طلعت؟ كتير جدا يا عمر، دلوقتي حالا هتذكر لك كتير لان انا مسكت منتخبين. بس كابتن يعني انا جالي رساله امبارح او اول امبارح لحسام عبد المجيد بتاع الزمالك ان عنده مشكله في الجامعه، قلت له ابعت لي يا اسماء الدكاتره، عندي رساله موجوده جات لي اول امبارح. قال لك كده يا كابتن؟ طب كابتن ربيع مش ممكن تحطه في دماغك تقول طب وانا مالي ومالي الوجع الدماغ ده كله؟ لا ما ينفعش. بص ما انت كابتن ربيع تركز فيه ولا في ايه؟ انا اركز في كل حاجه، مسؤول عن كل حاجه، هو الاعمار دي كده محتاجه كده يا عمر. لازم ما ينفعش هو انا دلوقتي لما اخدم ابني او هو انا بخدم بص انا خادم عند مصر، يعني انا بشتغل لمصر خلي بالك، وعشان احط مصر في المقدمه يعني او ربنا يكرمنا في ويوفقنا في النتائج لازم كل حاجه احاول اكون موجود فيها. فلما النهارده انا عاوزه يبقى كويس في الملعب، فممكن مشكلته في الجامعه دي تخليه كويس في الملعب عشان اكسب واحط مصر في المقدمه، فلازم اقف. انا ابن مصر خلي بالك وخادم لوطني في اي منتخب، ودي مهمه جدا. موضوع يا عمر ان انا اروح ساعتين بتاع التمرين وامشي، لا، الموضوع خلي بالك لو انا عندي 10 ايام كلهم بشتغلهم، لو عندي اسبوع بشتغله. فالموضوع عندي كمان علاقات جيده جدا بفضل الله، وفي نفس الوقت لان كنت لاعب سابق في المنتخب والنادي الاهلي، فبستغل العلاقات دي للصالح العام. زي ما قلت لك جاي لي رساله من حسام عنده مشكله، قلت له ابعت اسماء الدكاتره وهتصل بيهم وهاخده واروح له، لازم اساعده، اقعد اتفرج ولا ما ينفعش، لازم اساعده. طب ليه يا كابتن مش الاولى ان نادي الزمالك هو اللي يحل المشكله؟ ليه حسام عبد المجيد لما فكر يبعت بعت للكابتن ربيع ياسين؟ ليه ما بعتش للكابتن سامي الشيشيني؟ ليه ما بعتش لرئيس قطاع الناشئين؟ يضحك ليه؟ لا هو لو بعت للناس، الناس كلهم افاضل وكلهم ناس كويسين وكلهم يقفوا جنبه ويساعدوه، بس يمكن انا قريب جدا من الولاد. انا طبعا يا عمر خلي بالك بعتبرهم مش اولادي،
احفادي دي حقيقه وحنان جدا عليهم وانسان جدا معاهم. احفادك لك يا كابتن تيسا صغير معلش برضو ما انا عشان برضو ما يعني ما فالقصود يا عمر وبعدين بديهم الفرصه ان هم انا بقول لهم اي حد عنده مشكله هتعطله عن هو يبقى كويس معايا في الملعب يقول لي في الجامعه في البيت كتير جدا انك عندي موقع. انا مره رحت للعيب اسمه علي ماهر في احمد ماهر في النادي للنادي الاهلي كان مصاب في الزقازيق في بيته في الزقازيق في بيته عشان اجيبه واشوفه لانه كان مشروع لعيب كويس يا عمر وبرده الاصابه منعته ده 9 ده 2023 94 واخد بالك وزي ما رفعت وغيره وغيره محمد طلعت رحت له بيته هو لسه في الجمارك بس لقيته لعيب كويس لقيته مشروع لعيب كويس كان بيلعب في نادي الجمارك البورسعيدي اه طبعا ورحت بيت وقعدت يعني مع والده يعني كابتن ربيع حضرتك اخترت محمد طلعت مش من النادي المصري او من النادي لا جمارك الاول طب ازاي يا كابتن جبت الجمارك ما هو لازم وانا في ولادي بسيب وانا بتابع خلي يعني بالك يعني حد قال لك طب ولا حضرتك رحت اتفرجت كده انا بتابع ممكن يكون حد قال لي وفي نفس الوقت انا ما بستهترش باي نادي لا اقصده يعني ممكن يكون مش موجود في المساحات المنطقه مثلا واخد بالك بيلعب في دوري بعيد عن الجمهوريه فما بستهترش يا عمر لازم اشوفه في بلاد معينه لازم تحس ان يكون فيها لعيبه كويسه فرحت الاهلي خده بعد كده طب كان في لعيب اسمه محمد توفيق في القناه خدوا الزمالك جبته من القناه خدوا معايا في منتخب ولعب كاس عالم اللي في مصر 2009 الزمالك خده عن طريق منتخب اسمه احمد توفيق كان خد راس حربه فكتير جدا والنماذج كتيره جدا يا عمر فالقصود ان انا مش ملعب بس انا بقعد معاهم دايما واخد بالك وبعدين انا ممكن اعرف ان اللعيب عنده مشكله ما عندوش مشكله وبعدين لازم اخلي بالك ادرس سيرته ادرس سيرته عشان مهم جدا في البيت ازاي ترتيبه ازاي والده والدته ازاي طب ايه المشاكل اللي طب عندك ايه طب بقعد اصاحبه يا عمر لان لازم الاقي اللي انا عاوزه لازم اشتغل كوره الكوره خلي بالك مش هتيجي بال 120 دقيقه ولا بال 100 دقيقه بس اللي قبلها واللي بعدها فالساعتين دول مش كفايه يا عمر في قبل الساعتين وفي بعد الساعتين فطبعا بتعايش معاهم كويس جدا وفي نفس الوقت انا عاوزهم يركزوا ويشتغلوا في الملعب مش هيشتغل هو عنده مشاكل لا يمكن فده اللي انا اقصده انا باخد بكل الاسباب بحاول يا عمر ان اخد بكل الاسباب كل الاسباب اللي ربنا بيقول اللي يعني اللي بيحبها ربنا وفي نفس الوقت التوفيق ده بتاع ربنا بشتغل عشان نكسب بشتغل عشان اصنع جيل بشتغل وكله بتوفيق ربنا وحسب توفيق ربنا وارادته ان شاء الله. طب يا كابتن ربيع عشان الوقت بيجري مني بسرعه وانا عندي ملفات كثيره جدا عايز استغل وجود حضرتك معايا فيها واناقشك. عايز اخرج من منتخب الشباب والكلام عن منتخب الشباب لبعض اللعيبه اللي حضرتك كنت بتمرنها وبرضه عن النادي الاهلي والكره المصريه بشكل عام. حضرتك بتطلع كتير تتكلم وتدافع عن صالح جمعه في كذا برنامج في كذا تصريح لحضرتك، لكن الجمهور الاهلاوي طبعا بيعزك وبيحبك وبيقدرك جدا بس بيقول لك يا كابتن ربيع صالح ما بيسمعش الكلام، صالح مستمر في اللي هو فيه وواضح انه في مشكله ما بينه وما بين فايلر، فايلر مصمم على رحيل صالح جمعه، تعليق حضرتك على الطرفين صالح والفتره الاخيره اللي وصل ليها وراي فايلر في استغنائه عن صالح جمعه وده كان قراره الاخير وما فيش حد يناقشه في الموضوع ده. لا لازم الناس تناقشه في الموضوع، انت تديلي فرصتي وتقول دي اخر فرصه ليك وتجيب وتحمل هو شايف يا كابتن ربيع ان هو صالح ما فيش منه فايده، هو شايف كده. خلاص هو بقراره يسيبه النادي تاني خلاص، انا لو انا مكان بدل انا مش شايف انه هيخدمني مش هيبقى موجود اديله استغنته يمشي خلاص. ده انا اديته كل الفرص خلاص. لكن انا من وجهه نظري ان احنا لازم نبقى للاخر، اولا صالح مش كبير في السن. صالح سنه كام دلوقتي يا عمر؟ مواليد 93 يعني خد بالك بنتكلم في 28 سنه طيب 29 مش كبير سنة. عمر في السن قدامه كتير جدا. هو قصدي نجيبه ونحمله المصرية ونقول له انا بديك الفرصه الاخيره بجهزه واقعد معاه وعامله نفسيا يا عمر وعامله واخد بالك كويس الاول مش انت اصل انت ماشي واحمله المسؤوليه واديله لو الراجل نجح معايا على عينه ما نجحش شكرا مع الف سلامه اتفضل النادي الاهلي ما بيقفش على حد النادي الاهلي كبير النادي الاهلي بيكسب النادي الاهلي هو اللي فضله كبير على النجوم النجوم اي لعيب بيلعب في النادي الاهلي ربنا ثم النادي الاهلي بيبقى له فضل كبير عليه فاللي اقصده ان وكل مصر زي ما انت شايف اتمنى ان تلعب للنادي الاهلي والزمالك دول ناديين كبار ناديين كبار فادي انا قصتي مع صالح ان الناس تديله لما خد بقى موجود لما خد تالق يا عمر وده مهم جدا اشركه في المسؤوليه وحمله المسؤوليه وقول له خلاص ده ايه الفرصه الاخيره لي الراجل نجح اهلا وسهلا ما نجحش مع الف سلامه ده بالنسبه وجهه نظري انا في موضوع صالح جمعه ما ياخدش اكتر من حقه صالح انا من وجهه نظري لعيب مهاري على مستوى خلاص عاوز يمشي مع النادي الاهلي ومدرسه الاهلي ومبادئ وقيم واحترام النادي الاهلي والكيان الكبير اللي بيمثله اهلا وسهلا مش عاوز يمشي شكرا مع الف سلامه واديله استغنته ويلعب في نادي مصر مع الف سلامه ونتمنى له التوفيق زي ما يحصل مع غيره وغيره 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 عمر الاهلي يا عمر ما بيقف على اي حد صح. ابدا الاهلي بلاد صغيرين خد بطولات الاهلي بالولاد الصغيرين اللي تحت السن خد كاس مصر خد بالك فاللي اقصده ان الاهلي
بطل نجوم كتيرة جدا بطلت، وهو الأهلي وهو البطل دايما وهو الكيان الكبير وهو ما شاء الله كل حاجة. فالنادي الأهلي ما بيقفش على أي لعيب مش عاوز يمشي مع سياسة النادي الأهلي. كابتن ربيع، يمكن رمضان صبحي عنده عروض يعني احتراف كتير الفترة الأخيرة، وأنا أعتقد إن التقارير اللي موجودة والكلام اللي بيتقال إن رمضان ممكن يمشي على النادي الأهلي عشان هو إعارة، وبالتالي المفاضلات هتكون مع النادي الإنجليزي. لكن ليه دايما بنسمع وبنقرا إن النادي الأهلي بيحاول إن هو يتعاقد مع اللاعب الفلاني علشان يحل محل رمضان صبحي؟ ليه دايما النادي الأهلي مش بيفكر في كهربا كبديل كويس لرمضان صبحي؟ هل حضرتك شايف إن فايلر كمان مش مقتنع بإمكانيات كهربا عشان كده ما أشركوش من البداية من أول ما جه من البرتغال؟ لا، يمكن الظروف الانتقالية بالنسبة لكهربا وإنه جه متأخر شوية واستعداده وفورمته ان ممكن يكون بعدته ان يكون اساسي، لانه جه في ظروف وجه في ماتشات وجه في فورمه كان بيعتمد فرل على مجموعه معينه بيكسب بيها وماشي، انما فهو يمكن ده تاخيره. لكن انا من وجهه نظري ان كهربا لعيب كويس جدا، حتى لو بدا بيه لعيب مهم جدا، لعيب في الثلث الامامي خطورته معروفه انه لعيب بيهداف وبيسجل، عمر في ال 18 بيقف صح، بيتعاون، بيصنع، بيروح، فهو لعيب مؤثر فنيا والفريق المنافس لازم يعمل له ألف حساب. ده كهربا لعيب تقيل. يعني كهربا يا كابتن ربيع، لو رمضان صبحي احترف، هل حضرتك شايف ان كهربا هو انسب بديل لرمضان صبحي ولا الاهلي يتعاقد مع لاعب تاني؟ هو يعني كهربا لعيب كويس، انما هو ستايله غير ستايل رمضان. رمضان صبحي لعيب كبير جدا طبعا، ولعيب نضج ما شاء الله، ولعيب قائد، وفي نفس الوقت خطورته كبيره جدا، ولعيب مهم في الثلث الامامي يا عمر. لكن هو كهربا برضه لعيب كبير، فالاثنين كبار ما فيش كلام، انما دي بتعتمد على يعني على فايلر، على اداره الاهلي، على اللجنه اللي موجوده في اختياراتها والمراكز اللي موجوده. انا عندي في المركز ده محتاج كام لاعب، دي مهمه جدا يا عمر، فحسب سياسه النادي وحسب اختياراتهم وحسب القوه بتاعتهم. انا بقول النادي الاهلي دايما بيحتاج ان هو يبقى موجوده اللعيبه الكبيره، القدرات هي اللي بتصنع البطولات، بيختار قدرات، ودي ميزه كويسه جدا في النادي الاهلي، بيختار قدرات وعنده دايما بديل جاهز، لان الدوري الموسم طويل، الدوري، الكاس، افريقيا، السوبر، حاجات كتيره جدا يا عمر. فاللي اقصده ان استعدادي بعدد كبير جدا واقف من لعيبه صاحبه القدرات الخاصه اللي اقدر اشتغل بيها عشان اكسب بيها. فكهربا نجم كبير، ورمضان صبحي طبعا نجم كبير ما فيش كلام يعني. طب لو رمضان صبحي خرج، هل حضرتك شايف ان النادي الاهلي يتاثر ولا النادي الاهلي ممكن يتعاقد مع لاعب في حجم وامكانيات رمضان؟ لا، النادي الاهلي ما بيتاثرش يا عمر خالص باي حد، حتى لو خد بالك رمضان سافر ورجع والاهلي كسب برضه، الاهلي بيكسب والاهلي كويس والاهلي زي الفل وتمام التمام، لان الاهلي عنده استقرارات وعنده شغل وعنده مبادئ وعنده حاجات كثيره جدا تقدر تنجحه وتحطه في المقدمه. لا، لازم الاهلي لو فيش نصيب لرمضان انه يشوف مع كهربا حد يعني. انا بقى دايما عندي سياسه ان اكتر من لاعب يبقى موجود عشان اقدر النهارده اشتغل كويس واكسب وافرح الجمهور واحافظ على الكيان. وسياسه اهل النادي الاهلي يا عمر دايما هي الانتصارات، هي البطولات بفضل الله تعالى. فلازم ادور على القدرات الخاصه اللي اقدر اكسب بيها واتفوق بيها على المنافس عشان اخذ البطولات واحقق امال الجماهير اللي دايما بتحب المكسب وتحب الانتصارات. طيب، ماذا لو دي نحطها بين قوسين علشان خاطر الاخبار متضاربه، الاخبار منقسمه ما بين رحيل فايلر لعدم تجديده مع النادي الاهلي وبالتالي هيختار عرض اوروبي، عرض موجود مثلا في سويسرا، عرض موجود في الخليج، او ان فايلر راح لاجازه اسريه علشان يقضي وقت 10 15 يوم وبعد كده يرجع مره تانية للنادي الاهلي، وفي كلام عن تجديده لموسمين. ماذا لو فايلر جدد للنادي الاهلي؟ حضرتك شايف الرؤيه هتبقى عامله ازاي؟ ماذا لو فايلر لم يجدد للنادي الاهلي؟ بص، هو فايلر يا عمر هو النادي الاهلي من وجهه نظري انا لو هو مش هيتاثر بفايلر، هو فايلر اللي هيتاثر بعدم وجوده في النادي الاهلي. النادي الاهلي اضافه، النادي الاهلي بيصنع مدربين كتيره جدا، لان النادي الاهلي بيوفر كل حاجه. يعني مثلا سي النهارده بنتكلم على احمد فتحي مشي، قال لهم هاتوا لي واحد مكان احمد فتحي، يعني قصدي ما تصنع انت وتوظف، انت عندك ما شاء الله ممكن واحد تجيبه من هنا لهنا، اتعب واجتهد واشتغل، انت في منظومه رائعه مش على مستوى مصر، على مستوى افريقيا والوطن العربي. فاللي اقصده الاداره النهارده بص واقفه بكل ما تملك عشان تحافظ على اسم الكيان وعشان تحقق البطولات وفي ظهره. فاللي اقصده يا عمر لو هو مشي يخسر كيان، يخسر اسم، يخسر اداره، يخسر جمهور كبير جدا، وفي نفس الوقت النادي الاهلي هيمشي وهيدور وهيجيب. النادي الاهلي صانع زي ما صانع قدرات وصانع لعيبه، صانع مدربين يا عمر طول عمر النادي الاهلي بفضل الله تعالى. اي مدرب بيدخل في النادي الاهلي بيحقق بطوله واثنين، وكل المدربين الفتره الاخيره اللي مشوا
مشي وحقق بطوله، مشي وحقق بطولتين. فالصعود الاهلي ما تاثرش باي حد، دي حقيقه. واي حد يتمنى ان يدرب النادي الاهلي، يعني سياسه النادي الاهلي بتساعد على النجاح يا عم. سياسه جميله زي الفل، تلاقي الترابط، تلاقي الاداره، تلاقي اللعيبه، تلاقي الجائزه الفنيه، تلاقي الجمهور، حاجه جميله جدا. فعشان كده كل مدرب بينجح، حتى لو هو احنا كتير جدا في عهدنا خلي بالك كان في مدربين اجانب عمر وقدراتهم ضعيفه الفنيه خلي بالك، لكن كانت اجيال بتعتمد على الله ثم نفسها، اجيال موهوبه، اجيال عندها حب وعندها ترابط وعندها انتماء. فاللي اقصده ان فايلر ما حبش الاهلي مش هيخسر فايلر. فايلر اللي هيخسر كيان، هيخسر جمهور كبير جدا، هيخسر اداره محترمه واقفه في ظهره وبتسنده وبتجيب له اللي هو عاوزه واسم كمان يا عمر يعني. كابتن ربيع، يمكن حضرتك مبطل بقالك كام سنه دلوقتي؟ دلوقتي 30 40 سنه مبطل. لا مش لا. 40 30 و 30 سنه. 30 سنه مبطل. يعني مبتعد عن ملاعب كره القدم لمده 30 سنه. شعورك ايه يا كابتن ربيع وانت بتلاقي كده في اي استفتاء، في اي كلام بيتقال عن مركز الظهير الايسر، اسم ربيع ياسين هو افضل ظهير ايسر جه في تاريخ مصر، ليه كابتن ربيع حصل على اللقب ده؟ اولا ده بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل طبعا زملاء اللاعبين اللي كانوا موجودين معايا في الملعب. بس يا كابتن ربيع الاهداف اللي حضرتك بتسجلها دي مش اهداف باك ليفت تماما، بص الهدف ده، بص ده هدف في ماركه روبرتو كارلوس، ده في المقاولين العرب زي ما حضرتك شايف. لكن ده كابتن ربيع ايه؟ ماركه روبرتو كارلوس، ده فضل من ربنا. ده برضو بص يا عمر، هو كله بفضل الله سبحانه وتعالى. بس يا كابتن ربيع حضرتك باك ليفت، انت في الست يارد بتعمل ايه عشان اجيب الجول ده؟ يعني طب انت خلي بالك في اهداف كثيره جدا يا عمر، انا واقف في الوقت المناسب لان انا باك ليفت، وباك ليفت تكون عصر وبازين حلول التي موجوده. انت خلي بالك النادي اللي عنده باكين وبيهاجموا صح. بس كابتن الهدف ده ليه قصه، هدف ده ليه قصه، هدف الزمالك للكابتن ايمن طاهر. لحد دلوقتي يا كابتن ربيع كل ما تشوف الكابتن ايمن طاهر تقول له فاكر الجون بتاع كاس مصر؟ انت كابتن اللي حصل الماتش ده كان في رمضان صح كده، ماتش الزمالك ده، هات لي كده الجون تاني يا صلاح بعد اذنك، الجون اللي في الزمالك ايه قصته يا كابتن ربيع؟ ايمن طاهر وهشام يكن حبايبي دول طبعا، وهشام يكن ده كان كابتن هشام يكن هشام وايمن كابتن ايمن هشام اللي كان بيجري معايا. فهشام اقول له طبعا يا هشام حد يجري مع ربيع يا سيدي؟ خد بالك، يقول لي يا عم هشام حبيبي، ده هشام ده محترم وصديقي ولعيب كبير ونجم وجميل جدا يعني. فاقول له يا هشام حد يقف قدام القطر يا عم؟ ده انا بجيب اهداف واخد بالك الاعب. وايمن طاير اقول له ايمن انت يعني ياخد بالك جولين، جول طاهر ابو زيد وجول ربيع ياسين، امال انت واقف بتعمل ايه؟ ده الجول يا كابتن ربيع كان كابتن في الشوط الاضافي الثاني الرابع. الشوط الاضافي الثاني كان في الشوط الرابع. وخلاص. طب يا كابتن ربيع يعني ليه ما عملتش كوره بالعرض؟ يعني برضه غريب جدا ان يكون عندك يعني حدس كده او احساس ان حضرتك اولا ايمن شطها بشمالك، دي حاجه. الحاجه الثانيه اي حد بديهي كده هيلعبها بالعرض علشان خاطر الدخول من الزاويه الضيقه، يعني ممكن نقول 30% او 20% ممكن يحصل فيها توفيق. كله بتوفيق ربنا سبحانه وتعالى، كله بفضل الله سبحانه وتعالى. لكن يا عمر عاوز اقول لك حاجه، ما هو الذكاء مهم جدا للاعب الكوره، المهاره مهمه جدا. خلي بالك اللاعب المهاري يا عمر كل حاجه في الثلث الاخير يعملها. انت زي النهارده ما رونالدو بيبهرك بمهارته، ميسي بيبهرك برضه، بيجيب اهداف عجيبه جدا وغريبه جدا. ليه ربيع ياسين موهوب؟ انا موهوب. خلي بالك انا كنت دايما يعني الفرق كانت بتاخدني تتحدى بيا عشان اكسب ياخدوا ربيع ياسين، وكان توظيفي باك ليفت. انا من وجهه نظري كان توظيفي بقى وسط ملعب قدام راس حربه، لعيب هداف، لعيب تحت راس حربه، دي حقيقه خد بالك. فالقصود يا عمر لازم في تنويع، ولازم يبقى في قراءه الموقف، ولازم اشوف. فاللعيب المهاري اللعيب الموهوب توقع منه اي حاجه. فدي طبعا راحت بفضل ربنا سبحانه وتعالى، كان فيها توفيق من الله سبحانه وتعالى، وراحت طبعا في نادي كبير عريق كبير زي نادي الزمالك. شوف الذاكره لحد دلوقتي. فده خلي بالك اديله 30 سنه تقريبا او 32 سنه جبته 28 سنه. فالقصود يا عمر ان الموهوب يقدر ينوع، يقدر يبدع، يقدر يتالق. زي ما النهارده بنشوف ابداع من محمد صلاح، الابداع ده عندي لان انا موهوب خد بالك. بس يا كابتن ربيع مش غريبه ان حضرتك تاخد احسن ظهير ايسر جه في تاريخ مصر حضرتك ايمن مش اشول؟ ما هو عشان انا يعني بلعب بالاثنين. ما انا كان شوف يا عمر، ما لما جيت النادي الاهلي اشتغلت على النواقص اللي عندي، على السلبيات اللي عندي. ما كنتش جاي موهوب بس عندي التوظيف، عندي واخد بالك الوقف، عندي الرؤيه، عندي الشمال، عندي الدماغ، عندي خد بالك البهاره. طورت ولازم اطور بفضل الله ثم مساعده المدربين ومساعده الزملاء طبعا، وقبل كل التوفيق الله سبحانه وتعالى. ثم انا اخذت بالاسباب، انا كنت عايش حياه المحترف وبتفرج وبتعلم عشان خلي بالك مش انجح وبس، عشان ما اقعدش. انا احب يعني مره مع مدرب مصري
كنت مره سافرنا بلد افريقيه وسخنت قبل مباراه، فهو قعدني ما لعبتش وما قدرتش خالص، ما قدرتش. جينا مصر هنا حب يقعدني، انا اختلفت معاه وعملت مشكله كبيره جدا عشان اقعد. قلت له لا، انا العب يعني، قصدي بحب اللعب. وخلي بالك يا عمر، انا يعني ما كانش عندي وقت عشان ارتبط بيه واتجوز بيه، ما كانش عندي وقت، ما كانش عندي وقت خالص. اتجوزت الخميس، السبت كنت في الملعب، كان عندنا تونس في مصر، منتخب مصر، اتفضل تعالى. فاللي اقصده يا عمر، فحبيت ان اعمل تاريخ بقى، فرصه لازم احافظ، لازم انام، لازم اخد بالك، احدد الهدف. وقدرت بفضل الله تعالى، زي ما لعبت في النادي الاهلي منتخب مصر متواصل، ما قعدتش لحد ما اعتزلت. فحاجات كتيره جدا ربنا سبحانه وتعالى ساعدني فيها، ثم الزملاء والمدربين، والمدربين بقى والرؤيه، واخد بالك، وان انا اجتهد يا عمر مع نفسي، وان انا بقى كنت بقى يعني في اوقات كتيره جدا الصبح الواحد يروح اتمر، واخد بالك، ازود بعد التمرين ده. انا كنت بزود مع الله يرحمه الكابتن كرم حازم، حازم كرم، مدرب حراس المرمى، عشان ابقى فت، عشان اجري، واخد بالك، عشان ما انا ما اتعبش، عشان عاوز كذا اكسب، عاوز اهاجم، عاوز ادافع، واخد بالك. انت النهارده بشوف عمر، انت بتتفرج على الحاجات دي، شوف سنه كام في الثمانينات، بص ربيع ياسين النهارده في تطوير شغله باك ليفت، بص فين اهدافي كلها، في ال 18 في ال 6 يارد من مكاني، وبعدين متنوعه بالشمال جبت، وباليمين جبت، وبالدماغ جبت، وبالفخذ جبت. فاللي اقصده كله بتوفيق، ثم اللاعب الكويس يا عمر اللي هو المفروض يبقى موجود وعاوز يستمر، يستمر، ان ما حدش يزعزعه من مكانه، لازم يشتغل ويطور نفسه ويجتهد كتير جدا يعني. كنت كابتن ربيع، عشان سرعتك كنت في اخر كل تدريب في النادي الاهلي بتعمل حاجه كده. انت مين قال لك كده؟ كنت بتعمل ايه كل يوم؟ لا هو او في اخر مثلا تمرينه من كل اسبوع. لا هو بالنسبه للسرعه يعني، يعني بتعمل حاجه كده. كنت انا برضو كان في مدرب كده بيقعد يفكر لنا عاوز ايه، عاوز بقى اللعيبه الكبار يقعدوا، فانا اقول له تعالى هات الثلاث الصغار بتاعتك كل اربع لعيبه يعني، اختار ثلاث اسرع لعيبه عندك وأصغر او اصغر واصغر وتعالى يسابوني. كنا فعلا بنعمله احنا بقى، كان عندنا جمهور بيحضر التمرين، والجمهور انا كان بيحبني، بيحب ربيع ياسين ليه؟ عارف انه ملتزم وكويس. محدش سبقك خالص يا كابتن ربيع؟ فضل، انا سريع جدا. كنت اسرع لعيب في مصر؟ سريع جدا. لا مش طب مين طب كان بيتعبك في السرعه؟ من اسرع اللعيب. طب مين كان بيتعبك في السرعه؟ عشان كده خلي بالك، عايز اقول لك حاجه، يعني من شروط الباك او الباك لازم يكون سريع يا عمر، لان انا ممكن خلي بالك لو تلاحظ، هات لي هنا ماتشات على المستوى الدولي او مستوى المحلي لعيب سبقني. كانش حد ما هو زي ما عارف كابتن ربيع، ليك فيديو على الفيسبوك لحد دلوقتي جايب مشاهده 1.5 مليون، الناس كلها بتتكلم بتقول ان الكابتن ربيع ده لو كان موجود دلوقتي كان هيحترف في الدوري الانجليزي. ده كلام الناس. والله انا مش كلامي، يعني انا كلامي الناس اللي بتكتب على الصفحه بشكل عام على الفيديوهات بتاعت حضرتك. كل ده بفضل الله سبحانه وتعالى. فاللي اقصده يا عمر ان كنت سير السرعه دي، خلي بالك انت بتولد بيها. فهات لي هنا، بص لي سريع، شوف الهدف بتاع الزمالك، شوف خلي بالك صنع اهدافي كلها بالسرعات، خد بالك، والقوه، كنت املك القوه والسرعه. انا حته القوه دي كنت بشتغل عليها كتير جدا، قوه التحمل من صغري، وانا بقوه التحمل عندي كانت بتنفعني وتفيدني. هتلاقي خلي بالك ما ينفعش النهارده باك ليفت في الدقيقه في الشوط الرابع بيهاجم عشان يجيب جول، باك ليفت معناه ان انا جاهز، ان بدنيا، ان خد بالك، ان صحيا، ان واقف، ان مش بكفايه المهاره. فاللي اقصده يا عمر ان كله بتوفيق ثم الاجتهاد. الانسان لما بيجتهد، الانسان لما بيشتغل، الانسان لما خد بالك بيحاول ان هو يسعد الجمهور، وكله طبعا بتوفيق ربنا. فانا بشكر ربنا سبحانه وتعالى يعني، وبرضه بشكر اللعيبه اللي لعبت في وسطيها، وبشكر المدربين اللي مرنوني، وبشكر طبعا جمهور النادي الاهلي الكبير اللي كان دايما بيأذر اللعيبه وفي ظهرهم وبيشجعهم طول الوقت، دي حقيقه يعني. كابتن ربيع بشكرك شكرا جزيلا على وجود حضرتك معايا كالعاده، استمتعت بوجودك واتمنى لك التوفيق يا رب ان شاء الله مع المنتخب الشباب وفي حياتك بشكل خاص. شكرا يا عمر، موفق دايما وسعيدنا ومتالق، وربنا يسعدك ويوفقك. شكرا شكرا. وصلنا مع حضراتكم لنهايه الفقره الحواريه الاولى مع كابتن ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب ونجم النادي الاهلي ومنتخب مصر. نروح لفاصل علشان بعدها نستقبل الاستاذ محمد القاضي الناقد الرياضي في حلقه خاصه جدا في تأبين الراحل الاستاذ محمد صيام. خليكم دايما معانا ولكن بعد الفاصل. والكره ترجع، يطلب لمسه يد، يتعدى صلاح، يتعدى صلاح، يتعدى صلاح، يا الله يا الله يا الله، انت اروع من رمسيس، انت اكبر من نبرتيتي. محمد صلاح، كورة أملاه صلاح،